أهلا بكم مشاهدينا. اليوم بدأت محكمة جنح الدقي أولى جلسات محاكمة الأستاذ عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط عضو الجمعية التأسيسية للدستور في القضية المقامة ضده من المستشار أحمد الزند، وهو معنا في هذا الحوار في محاولة لتوضيح ما جرى في أولى جلسات هذه المحاكمة. أهلا بك أستاذ عصام. أهلا بك. إيه اللي حصل النهاردة في الجلسة؟ يعني هو المفروض أنها قضية زي كل القضايا، قضية عادية. المفروض أن في الطرفين في القضية دي، الطرف الأول هو المستشار الزند، هو اللي بلغ أن بيتهمني أن أنا سبيته وقذفته، والطرف الثاني هو أنا. وده كان المفروض يبقى أمر طبيعي زي كل القضايا اللي في الدنيا، إلا أن اللي مش طبيعي أن المستشار الزند يعني يؤسفني يعني أن هو بعت لنا النهاردة بلطجية في المحكمة. إحنا دخلنا لقينا القاعة مليانة بعدد من البلطجية، كم من الشتائم والاحتكاك والضرب، أسف الشديد يعني طبعا نزل على صفحات الفيسبوك وعلى صفحتي أنا أنهم يعني بعضهم جايين يعني بإشارات بصوابعهم وحاجات الحقيقة قبيحة. طيب جدا. أنا أسفة أن أنا أقطع حضرتك، لأنه يعني بما أنه ما فيش طرف تاني أنا مضطرة ألعب دور الطرف التاني. وإيه اللي يثبت أنه هؤلاء تابعين المستشار الزند؟ الصورة. الصورة والاسم، وان هم بعد كده يعني في اكثر مثلا حوالي 200 او 300 صوره اتخذت موجوده دلوقتي على كل الصفحات وعلى كل حاجه يعني. والامر ده استدعى ان البوليس او الشرطه يعني اتصلت، جابت نجد اكتر وجابت امن مركزي وجابت مباحث وجابت مخبرين وجابت الحقيقه، قامت بدور يعني جبار النهارده عشان خاطر تحول بين البلطجيه وبين من وجهه نظرك الصله بينهم وبين المستشار ان هم كانوا رافعين صوره؟ لا، هم كانوا جايين كلهم كانوا بيهتفوا باسمه يعني، هم يعني بيهتفوا باسمه. فانت خلاص يعني انت مش محتاج اكتر من كده يعني خلاص. ده شيء الحقيقه انا من كان يعني محامي المستشار الزند؟ محامي المستشار الزند مرتضى منصور. يعني فانا كان متواجد اليوم في الجلسه، اثبت حضوره بتوكيلات عن المحامين يعني. معرفش كان موجود في القاعه او جنبها او ما بهتمش بيه يعني. فانما محضر الجلسه ان المستشار الزند موكل مرتضى منصور المحامي، ده ثابت في محضر الجلسه. وبرده يعني ده كان شيء سيء ان المستشار الزند يستعين ببعض البلطجيه بخلاف المحامين. طبعا المحامين من حقهم طبعا يحضروا، ما فيش فيها حاجه. كلمه بلطجيه هنا تعود على عدد من البلطجيه اللي كانوا جايين عشان يضربونا يعني. والمستشار احمد الزند حضر ولا لا؟ ما حضرش. من وجهه نظر اخرى ان ناس كثيره الحقيقه النهارده كانت مبسوطه من الحاصل، وان الطيور على اشكاليه تقع، وكل موكل بيختار وكيله بطريقته. وبدل ما كنا رايحين النهارده عشان نسمع مرافعات ومذكرات ونقرا علم ونقرا بحث قانوني رصين، سمعنا الحقيقه حاجات تانية سيئه ما اقدرش اقولها للمشاهدين، ما يصحش ان انا اتكلم فيها يعني. انما انا الحقيقه على الرغم من ان القانون لم يوجب علي الحضور، لان مش واجب ان انا احضر بشخصي، كان من الممكن ان زملائي المحامين بالذات اللي كانوا متضامنين معايا النهارده، اكتر من 500 محامي كانوا موجودين النهارده، يروحوا حضرتك ما تروحش. ده القانون الاجراءات بيقول كده، لان دي اقصى عقوبه فيها الغرامه يعني، ما هيش فيش فيها حبس يعني. الا ان انني اخططت لنفسي خط، وهو انني اواجه. انا ما بهربش، ما بسافرش دبي، ما بهربش في بيت بنتي ولا جوز بنتي، ولا استخبى تحت سرير ولا مطبخ، ولا اعمل حاجه زي كده. طيب. انا احب اواجه واحب احضر واحب اترافع عن نفسي. ولاول مره في تاريخ القضاء المصري ان المتهم او المدعى عليه هو اللي يبقى حريص على انجاز القضيه والحكم فيها، في حين ان الطرف الاخر اللي هو الشاكي غير حريص على انجاز القضيه والحكم فيها، ولكن بيريد ان هو يطولها. طيب. بأي طريقة. حضرتك النهارده ذكرت امام المحكمه ان هناك خصومات بينك، خصومات شخصيه بينك وبين المستشار احمد الزند. طبعا. ما طبيعه هذه الخصومات؟ في حاجتين. الحاجه الاولانيه ان المستشار احمد الزند سبق له ان اعتدى على ارض مملوكه لبعض الاشخاص في شمال في غرب اسكندريه، حوالي 170 فدان، مملوكه لناس طيبين بدو، اهالينا يعني ناس طيبين يعني، لم يكن لهم حيله. استطاع المستشار الزند ان هو بعد ما ياخد الارض، الناس دي اعترضت، راحت عملت شكاوى قبل الثوره. فاستطاع ان يستصدر لها اوامر من النيابه العامه بحبسهم. بعضهم فضل محبوس لمده سنه حبس احتياطي بدون قضيه يعني، مفيش اي يعني، القضيه بعد كده خلاص اتقفلت اتحفظت يعني. والبعض الاخر قعد حوالي 4 أو 6 شهور محبوس. الحقيقه انا لما جولي خدت الورق ده وعملت لهم بلاغ باستغلال النفوذ ضد المستشار الزند، ان هو استغل نفوذه لدى نيابة الإسكندرية، وبدأ التحقيق من جديد، وقدمنا طلب رفع الحصانة عنه. وده
بيفسر سر تمسك النائب العام به وسر تمسكه بالنائب العام. طب حضرتك السؤال بقى بيطرح نفسه، حضرتك صفتك ايه في هذه القضيه؟ انا محامي المعتدى عليهم، انا محامي المظلومين، محامي البدو، محامي المسروق ارضهم بموجب توكيل، موجود عندي توكيل. التدخلات المستشار زند في القضيه كبيره جدا، لدرجه ان انا بحاول ان انا اجيب الورق، النيابه الاسكندريه منعاني ان انا اصور الورق مجامله للمستشار الزند. الحقيقه شيء مؤسف جدا جدا جدا. طيب انا عايز ارجع للقضيه واول جلسه وسبب القضيه اصلا. هي سبب القضيه ان المستشار الزند في حديث في المصري اليوم ليا نشر، في عقب هذا الحديث نزل عمل بلاغ وقال ان انا ثبته وقذفته في موضعين. الموضع الاول ان انا قلت عليه ان هو بيعمل لصالح احمد شفيق، والموضع الثاني ان انا قلت عليه ان اللي هو بيقوله عليه اللي هو بيقوله ده اسلوب مخابراتي. الحقيقه انا فعلا قلت كده وانا مقتنع بكده، وانا لو تكرر الامر لقلت ذلك 20 مره، وانا قلت كده في محضر الجلسه تاني النهارده، وقلت للقاضي انا متمسك بكل كلمه انا قلتها. بس بما ان حضرتك محامي، هل بقى عندك الاثباتات اللي تقول انه بالظبط كده ده حصل ليه؟ او انه كده؟ عشان كده ليه انا بتكلم كده، ليه بقول كده، ليه انا قلت كده؟ لان الحقيقه المستشار الزند في مؤتمر صحفي بتاريخ 7/6 شهير، كلكم حضراتكم الدنيا كلها اتفرجت عليه، قال هم فاكرين ان احنا رجال قضاء بس، لا احنا رجال سياسه. طيب فبما انه هو رجل سياسه يبقى من حقي ان انتقد فعله السياسي، من حقي ان انتقد تصرفه السياسي، من حقي ان انتقد رايه السياسي، زي ما بنتقد حزب الوفد، حزب الدستور، حزب الوسط، حزب الحريه والعداله، بقول الحزب ده صحيح، الحزب ده تصرفه مش صحيح. ما ينفعش قاضي يقول انا لعيب كوره، ولما ينزل يلعب في ارض الملعب ما نقولوش الكوره اوت، ولا نقول له ده فاول، ولا نقول له انت ما جبتش جون، ولا نقول له انت لعبت وحش. لازم كلنا نقعد نسقف له طول الماتش 90 دقيقه ونقول له انت احسن لعيب في الدنيا، ولو قلنا له اي حاجه تانية يودينا النيابه. هذا غير وارد على الاطلاق، بما انه قال بنفسه انا لعيب كوره، فهو المستشار الزند بلسانه، وانا قدمت السي دي في النيابه وفي المحكمه، قال انه احنا مش بنلعب دور، قال انا رجل سياسه، قال احنا رجال سياسه. فبما انه قال احنا رجال سياسه، انا وجدت من تصرفات المستشار الزند انه يؤيد الفريق احمد شفيق، وهذا ليس عيبا، في 13 مليون ادوا للفريق شفيق، يعني هذا لا يضير احد ولا يمثل سبة يعني. الموضع الثاني ان المستشار الزند قال ان انا احنا عندنا ملفات مش راضين نطلعها. الحقيقه حضرتك لما تطلع على نظام المحاكم في مصر والقوانين المرافعات والاجراءات الجنائيه والاثبات وغير ذلك وقانون السلطة القضائية، تجدي أن جميع الملفات الموجودة في جميع المحاكم لها أرقام، مفيش حاجة اسمها ملف ملوش رقم، ولها خصوم، يعني فيها مدعي مدعي عليه، مستأنف مستأنف ضده، طاعن مطعون ضده، مستشكل مستشكل ضده، وهكذا. ولهؤلاء ولمحامينهم أو وكلائهم يعني بحسب الأحوال إن هم يطلعوا على هذه القضايا. حضرتك بتروحي توكلي محامي، المحامي بيروح المحكمة يجيب الملف، بيدخل للموظف يقول له أنا عايز الملف رقم كذا لسنة كذا. وبالتالي فكرة أن قاضي عنده ملفات ومش راضي يطلعها، يبقى اختلس ملفات المحكمة، ويبقى خد ملفات المحكمة وداها بيته، أو يبقى بيعمل حاجة ثانية خالص. المبنى الوحيد أو المصلحة الوحيدة أو الهيئة الوحيدة اللي عندها ملفات بلا أرقام ولا يجوز لحضرتك ولا ليا ولا لحد يطلع عليها إلا بإذن من السلطة السياسية هو مبنى المخابرات. في ملفات أمن قومي، في أعداء خارجيين بيتربصوا بالبلد، ضباط المخابرات وأعضاء المخابرات بيبذلوا مجهود كبير جدا، مش عشان الملفات دي تبقى في إيدين الناس والعامة، لا، عشان تبقى مخفية وتطلع لصاحب القرار السياسي. إذن لما أنا قلت له أن أسلوبك ده مخابراتي، أنا لم أكن أسبه ولا أقذفه، وإنما أنا أقصد وأعني ما أقول، وما زلت أعني ما أقول ومتمسك بما أقول، لأن ده ورد على لسانه هو في يوم 7/6. أنت قلت اليوم أيضا أنه النائب العام يخفي ملفات، نعم، لها علاقة بجرائم قتل، نعم، والنيابة قالت أنها ستتخذ ضدك إجراءات. أهلاً وسهلاً. بسبب هذا الكلام. أهلاً وسهلاً. وكل ما كنت تذكره من تفاصيل منذ قليل أنت ترى من وجهة نظرك، ولكن حتى نوضح وجهة النظر الأخرى، هناك ربما من لم يرى أو لن يرى صلة مباشرة بين الاتهام الموجه للمستشار الزند وبين ما تقوله من تفاصيل، يعني ممكن التفاصيل اللي حضرتك قلتها ديا انت بتقول ربما ويمكن وانه لما بيحصل كذا بيحصل كذا، بس ده مش معناه انه هو رجل مخابراتي، مش معناه انه هو بيشتغل عند احمد شفيق. كويس، اذا لو كان هو بيقول ان انا عندي ملفات، ما هي الملفات التي يقصدها؟ وهو قاضي، هو لا يعمل الا في القضاء،
يعني هو ما بيعملش وظيفة تانية آخر النهار، محظور بنص قانون السلطة القضائية أن القاضي يروح يشتغل مثلا في التجارة، أو أن القاضي يروح يشتغل محامي، أو أن القاضي يشتغل طبيب، محظور. طيب إذن هو قاضي لا يعمل شيء وقال عندي ملفات وما بطلعهاش، يبقى ده اسلوب ايه؟ وزاره التموين؟ طيب او الصرف طيب الصحي؟ وبالنسبه يعني للنائب هو ده العام، اسلوب عمل بالنسبه المخابرات للنائب العام الذي تعتقد انه هو عنده ملفات ومخبيها، نعم، اذا كانت الملفات دي مش موجوده منين هتثبت انها موجوده؟ لا النائب العام عنده ملفات بارقام احنا نشرناها وعملنا بلاغات بيها، عملنا بلاغات للنائب العام بيها. ما هي؟ وقلنا يعني مثلا على سبيل المثال عدد كبير من قضايا قتل المتظاهرين، وعدد كبير من قضايا تهريب المال العام الى الخارج، حوالي 100 مليار اتهربوا ايام الثوره، وعدد كبير من قضايا الفساد. شفيق لوحده عنده له حوالي 67 قضية في مكتب المحامي العام لنيابات الاستئناف المستشار مصطفى سليمان، موجود في مكتبه حوالي 67 بلاغ. ال 67 بلاغ لا يتحركوا ليه؟ لأن المستشار مصطفى سليمان كان يعمل مستشارا للوزير شفيق أيام ما كان وزير للطيران مدة أكثر من 8 سنوات. إزاي شخص مهما بلغت قدرته ونزاهته، وأنا كلهم أنا ما بشككش في نزاهة حد، كان يعمل مستشارا للوزير، لما يجي بلاغات في نفس الوزير أديها لنفس مستشار الوزير الذي كان يعمل معه لمدة 8 سنوات. وأنا قدمت النهاردة مستند إلى المحكمة قدمته فيه بتوقيع أحمد شفيق، بيزود الحوافز والمكافأة للمستشار مصطفى سليمان من 60% ل80% بأثر رجعي. قدمت المستند ده، موجود النهاردة في المحكمة وموجود على صفحتي في الفيسبوك لكل المشاهدين اللي عايزين يتفرجوا عليه، يدخل يكتب عصام سلطان بالعربي هيطلع المستند على طول، أول ما هيفتح هيبص عليه. طيب إذن نحن بصدد قضايا موجودة في مكتب النائب العام لا تتحرك بسبب أن النائب العام لا يريد لها أن تتحرك. معلش نقطة أهم من ده بقى، أنت عايز حضرتك النهاردة تتكلمي على إهانة القضاء، نتكلم بصراحة على إهانة القضاء. أحد الإعلاميين قال في برنامجه أن 20% من القضاء مزورين. قدم في هذا الإعلامي بلاغ، حفظ هذا البلاغ ليه؟ لأن المستشار الزند تدخل لحفظ هذا البلاغ، لأنه له علاقة بهذا الإعلام. طب أنا جبت الكلام ده منين؟ دخل في مداخلة لهذا الإعلامي على الهواء. بتكلم على توفيق عكاشة. دخل على الهواء، وده كلام كله أنا ما بكلمش كلام ما هوش موجود في الدرج، ولا هو موجود في الدولاب، ولا هو موجود تحت الأرض، لا لا، على الهواء قال له أنت أحسن واحد في مصر، أنت بك مصر تتقدم، أنت رجل من الرجال قليل، أنت أعظم إنسان، وأكيد أنت حضرتك شفته والناس كلها شافته. إذن ده إهانة للقضاء ولا مش إهانة الحقيقية؟ لما واحد يقول إن 20% من القضاء مزورين ويحفظ البلاغ اللي قدم ضده ويتحال البلاغات اللي تقدم ضد آخرين زي الدكتور عصام طيب. العريان، زي البلتاجي، زي عبد المنعم عبد المقصود، زي غيره زي غيره زي غيره. طب المصير البلاغ النائب العام هيعمل إيه في البلاغ؟ لا النائب، بص حضرتك، النائب العام احنا قدمنا في النائب العام بلاغ ليه؟ لان احنا لما تقدمنا المهندس الصاوي والمهندس حاتم عزام لما راحوا المجلس القضائي الاعلى وقدموا بلاغ وقالوا البلاغات دي وكتبوا ارقامها اللي حضرتك بتساليني عليها دي ما بتتحققش ليه؟ النائب العام كلم المهندس محمد الصاوي وقال له انت رحت قدمت ضدي بلاغ؟ قال له طب انا بقى نسيت ان انت ليك قضيه عندي. نعم. وقام ايه قال له هطلع لك القضيه القديمه. الحقيقه احنا قدمنا بلاغ في النائب العام بهذا السبب. خلاص طيب. الجديد بقى في الموضوع ايه؟ معلش عشان خاطر بقى الجديد في الموضوع ان النائب العام الان اخفى هذا البلاغ. طيب انا بس عايز ارجع للقضيه في سؤال اخير وسريع جدا. انت حضرتك دلوقتي عندك قضيه مع المستشار احمد الزند، ايه اللي دخل النائب العام ومصطفى سليمان في المرافعه النهارده؟ هم اللي احلوني. ما هو المستشار، لا يعني ايه اللي دخل اتهامك ليهم هم كمان؟ لان المستشار الزند وراح المحكمه ازاي؟ عن طريق النائب العام، راح للنائب العام قال له ودي عصام المحكمه، فودى عصام المحكمه، قدمت دفاع وقلت ان المستشار الزند قال ده في التليفون، قال ده في مؤتمر، النائب العام عمل نفسه مش شايفه. أنا بشكرك شكراً جزيلاً أستاذ عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط، وسنحاول أن نتابع هذه القضية ومن وجهة النظر الأخرى التي لم تكن موجودة معنا في هذه الفقرة، وأشكركم مشاهدينا أيضاً على متابعة هذه الفقرة. أترككم الآن مع موجز لأهم وآخر الأخبار. إلى هناك.